تشوفوا حنا دابا في الدخله ديال فيكتوريا، ندير لكم واحد الجوله ان شاء الله. بسم الله. تدفع دخلوا من هنا حنايا باش نلقى الشباب. انا قضيه هادشي بارطمات واعرين هنا، حتى الفيكتوريا تعودوا عليها زوينه بزاف. اليسرى باقينا كاملين، ولكن تتمالك مدينة شوية، يعني واحد المدينة اللي ما عندهاش واحد الوقت كبير ونقية صراحة. مهلين هنا دابا هاد مول البروجي مصايبة، داكشي زوين. مدينة فيكتوريا بحدا زعما متبيعاش البوسكو ولا زعما فيكتوريا بحال داكشي زعما ديال كازا، حيت كازا تا هما كانو نو بلول راه كانو تيبنيو شي بروجيات خارج كازا، ولكن في الاخر دخلوا لكازا فهمتي. يعني كاع هادشي اللي دزنا عليه حنايا هنايا راه مع الوقت يعني مع الوقت يدخل يعني تقرب ليه بوسكور فهمت. واحد المسجد هنا ما شاء الله. مسجد الوفاء ما شاء الله. انا تجبر لك بنادم قليل بنادم اللي ساكن هنا قليل شي بزاف. فيكتوريا سيتي بوسكورة قيمة جرين وود. هادشي مازال باقي كاين اللي تيتبنى هنا. ابارتمانات قليل، كراجات، كاين شي حاجة مسكونة هنا، كاين شي واحد،
هنا كانت بين زعما البارطمان مع الباركينغ ديالي. انا بقى الدنيا خاوي يعني، دو دوبليكس الناس اللي ما عارف واش دوبليكس هي، زعما تكون بارطمان بحال فوق بارطمان. يعني في عوض ما يديروها مسرحة يديروا بيوتة فوق بيوتة، السيستم ديالها كيفاش يديروا. دابا هما في الأصل جوج بارطمانات، عارفين هادوك دابا هادوك جوج بارطمانات تيقسموهم على جوج. تقسمهم على جوج، النص دابا نقول احنا بارطمان فيها 60 متر، منين تتبني هذوك بجوج تبنيهم 60، فهمتي؟ يعني انت عندك 60 تتكون عندك 30، نقولوا عندك 30 في البارطمان الاولى باش نفهمكم الدوبليكس كيفاش تاخذ 30 في البارطمان الاولى، وتيكونوا الدروس طلعت تاخد النسبة الأخرى في البارطمان الفوق، فهمتي؟ هذا هو الدوبليكس، يعني بواحد الشرح مبسط. أنا كاينة الهوت ستاند ديما، هنا راه كاينة هاديك شي شوية مجهد، هنا من 62 حتى 150، ماشي باقي هنا تتبنى. نعاودو نهبطو ونمشيو صافي باش نخرجو من، أما ولاد صالح بقاو لقدام. أتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا واحد لايك وسبسكرايب. الله يعينكم.